ادي انا عاوز الورقه بتاعتها كبيره دي حلوه تطلع. هي بتكبر دي اختبي ورقتها لازم دي يعني ايوه عليا انا يا ابو هتفركها انا يا ابو الادهيم ادهيم ادهيم ايه ابو الادهيم دي ابو الادهيم ده كان الدلع بتاع ابويا كان بيقول لابوك يا ابو الادهيم لا بيقول له عم محتر محسن اسكت 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 انا بتمنى لما توصل بالتليفون على مين؟ على ابن اخوك المريض اللي هناك. هاي رياض ازيك؟ انا كمان مبسوطه قوي النهارده. بحق انا مش مصدق اللي انت تقولي ده. انا عايز سيادتك موضوع ايه يا هاني القرف اللي انت بتعمله ده؟ ما خدتش بالي والله. متلف بتدور على عيني؟ ما خدتش بالي يا فندم انا اسف. طب انت اقعد فين هنا؟ اخرج يا فندم. اقعد هتخرج ما انت خضتني خلاص اقعد. هتخض تاني تدخل تاني الخض. والله ما خدت بالي. طب اقعد عشان انا بكلم البيت المدام. اخرج. لا اقعد. أنا في حق الأهل موزة ده الواد بتاع الشاكة جايب لي القميص بتاع النكوة هناك. أنا عايز أطلب منك حاجة. عايز تروحي فين قولي؟ لا ربع كيلو زيتون كلاطاطا؟ الزيتون كلاطاطا ده؟ قالوا لا أيوة خلاص أوكي ماشي. المهم ده أنا كنت عايز أقول لك على حاجة لأن نعم إيه؟ دوست على مين؟ عيش عيش دوست موجود يا باشا موجود هو بيهزل دماغه مين؟ لا ده هنا صاحبي لا ما تخافيش صاحب الانتيخ تعال يا حبيبتي خلاص انا عارف سلام مع السلامه انا هذا مع العرب المكالمه قلبت في الاخر جاوب قال لي كده مش مهم المهم ان انا سعيد قوي ايه خير بقى كنت عايز ايه؟ ما تاخذنيش يا فندم، أنا مش مرتاح للي بيحصل ده. ولا أنا هاني. الموضوع ده خلص بزيتون كلاطاطا ودوست. يا باشا أنا بتكلم في موضوع تاني خالص، أنا بتكلم عن المسجون اللي اترحل على المستشفى، المفروض إنه يتعرض على دكتور السجن قبل ما يترحل على المستشفى. إيه يا هاني اللي أنت بتقول؟ أنت هتخرجنا كبر دماغك يا أخي بقى. خلاص، خرجنا من السجن. وكل حاجة عدت في السليم والواد اللي هيدخل بدالك هيدخل نايم على نقالة متغطي وهيفضل متغطي فترة طويلة محدش هيقدر يكشفه تكون انت سافرت وبقيت في التمام المهم أخبار موضوعنا احنا ايه بقى؟ طب اطمن يا ادهم طبعا بما فيهم مبلغ رياض باشا اكيد يا ادهم انا حاسس سيادتك متغير متغير ايه؟ ما بقتش رياض باشا بتاع زمان لا بقى لا انا رياض باشا بتاع زمان وبتاع كل زمان بس هو يعني العمليه يعني مقصره حبتين يعني اسمعني بس في حاجه عايز اقول لك عليها يعني جوايا يعني خاصه بالتليفون اللي كان كده ده ايوه باشا. عايز ارجع عايز اطلع اللي جوايا يعني طلع يا باشا ده انا هاني ما انا عارف مكان انت ما انا عفاف عايز كان ايه تقول لي اعمل ايه في محسوسيه لما اقعد اكلم معاها يعني ها و يعني الموضوع ما ينفعش اتقلف على الشغل هنا يعني خلاص يا باشا ما دام الموضوع مهم كده وخاص بمحاسيسك نتقابل في البيت عندي نتكلم براحتنا ونشرب القهوه انا موافق انا ما بحبش القهوه ما هو كده يا باشا النهار هيطلع لنا من غير ما اعرف فيه ايه هاني تعالى جيت اقعد ان جسمي بيتخرط من جوه يا باشا قلقتلي في ايه يا باشا قول لي انا بمر بتجربه انا وقعت من السما وانت استلعبتني انا ماشي مع واحده اللي من دول كلام في سرك مراتي الله. يا باشا مراتك وماشي معاها وما بتكلمش ايه المشكله فيها ضميرك بيقلبك وامك بتعملني كلام دي مجنون كده ليه انا مش فاهم حاجه يا باشا عايزك تفهمني عشان اعرف ارد عليك لا هتغاب عليك ما انا ما تجيش تخنقني انت كمان افرض مثلا يمكن انا بحبها مثلا طب يا باشا ده جميل جدا اللي تصلح علاقتك مع مدام فيحاء دي ست رقيقه جدا ست جوهره ست تستحق كل خير يا عم انت هتخلينا نندم ان احنا جينا كلمناك ولا ايه في الليله الزرقاء دي يا باشا ده انا بدافع ولا تدافع ولا تقف جون خلاص
انا كل الحكايه عايز ان انا وهي يبقى علاقتي كده زي السكينه في الحلاوه، ناخد وندي في الحلاوه مع بعض. ده سهل يا باشا سهل، خصوصا بقى اللي ما دام في حق بكلمه واحده منها ممكن تصلح كل علاقتك بيها، دي ست زي البسكوته. ما خلاص يا عم الكتكوت، انا عايز اعرف انا هعمل ايه؟ قول لي فهمني انا هعمل ايه؟ شوف يا باشا اتفضل. الستات عموما عموما تحب المعامله الرقيقه، تحب الشعريه، تحب تحسسها بدفء المشاعر. شفت تايتانيك؟ لو المصحف لو شفته. الفيلم تايتانيك يا بقى تايتانيك الفيلم. لا ما شفتش تايتانيك انا. عارف روميو جوليت؟ عداد الشمس الشمس يخرب بيتك يا روميو. وريني ده كان عبيط ولا ايه؟ سحاق